تحرص هيئة مطار الشارقة الدولي ضمن شهر الإمارات للابتكار إلى خلق مبادرات تفاعلية تساهم في تعزيز ثقافة الابتكار بين الموظفين وكذلك الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين في عملية تطوير وتحسين رحلة المسافر. ومن أحد ابتكاراتنا هو جهاز الاستعلام الذكي، حيث يتيح هذا الجهاز التواصل الفعال بين المسافرين وبين موظفي خدمة العملاء. طبعا الاتصال هذا يكون بطريقة افتراضية مرئيا أو صوتيا، وفي عدة خصائص وكل فئات المجتمع تقدر تستخدمه، حتى ذوي الإعاقة في خصائص تساعدهم على استخدامه. واليوم أنا حابة أتكلم مثل ما تشوفون عن هاي المبادرة قيم تجربتك مع مطار الشارقة. هاي المبادرة الهدف منها إشراك الموظفين والشركاء والمتعاملين في تحسين تجربة المسافر عن طريق إشراكهم في تقييم قنوات رحلة المسافر مثل ما واضحة قدامكم، وكذلك نعرف آرائهم كيف هم اليوم يتخيلون مطار الشارقة في المستقبل.